السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الدرس الخامس من دوائر التيار المتردد المرشحات الكهربائية مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. استخدام المرشحات. استخدام المرشحات كثيرة، لا يمكن حصرها هنا، ولكن هذه فقط بعض الأمثلة. جهاز الراديو يستخدم مرشح امرار ترددات نطاقي يمكن من اختيار إذاعة معينة للاستماع. في جهاز التسجيل يمكنك تغيير الصوت من عالي الطبقة أو عميق النغمة أو وسط بين الاثنين، فعندما تستمع إلى الصوت في وضع عالي الطبقة فأنت تستخدم مرشح إمرار الترددات العالية، وإذا غيرت إلى صوت عميق النغمة فأنت تستخدم مرشح إمرار الترددات المنخفضة. أما إذا وضعت الزر في الوسط فأنت تستخدم مرشح إمرار الترددات النطاقي، وهكذا. تصنف المرشحات الإلكترونية إلى أربع أنواع، هي مرشحات الترددات المنخفضة، وهي المرشحات التي تسمح بمرور الإشارات ذات الترددات المنخفضة بدءا من التردد 0 هرتز وصولا إلى تردد محدد يسمى تردد القطع للترددات العالية، ورمزنا لها بـ FH من هايت. 2 مرشحات الترددات المرتفعة، 3 مرشحات تمرير النطاق، 4 مرشحات منع النطاق. حندرس أول شيء مرشح المقاومة والمكثف، اللي هو مرشح إمرار الترددات المنخفضة، وبيكون المكثف على التوازي مع مصدر الدخل. بهالطريقة بنتخلص من الترددات العالية وبنترك الترددات المنخفضة تمر. الرسم بهذا الشكل، هذا المكثف موصول على التوازي مع المصدر الداخل وموصول مع مقاومة، لذلك بسموه فلتر آر سي، فلتر آر سي، أو بهذا الشكل. هي جهد الدخل ويساوي للتيار في المقاومة، هذا جهد الخرج ويساوي للتيار في المقاومة. XC هي الممانعة السعوية للمكثف. الجهد الخرج على جهد الدخل يساوي معوقة الدخل الخرج على معوقة الدخل. زد اوت شو هي اكس سي، وزد ان شو هي ار وسي، يعني جذر التربيع لار تربيع زائد اكس سي تربيع. فيك تخليها بهذا الشكل وفيك تستبدل اكس سي بما تساويها. فهون بعد عمليات كثيرة يصبح الكسر هذا بهذا الشكل، 1 على 1 زائد أوميجا تربيع آر تربيع سي تربيع. فأنت بتحفظ إما هذه وإما هذه. هذا الرسم البياني اسمه الاستجابة الترددية لمرشح لإمرار الترددات المنخفضة. عند التردد المنخفض بتكون قيمة النسبة جهد الخرج على جهد الدخل تساوي 1، وكل ما زاد التردد تنخفض القيمة إلى أن تصبح في النهاية 0. مرشح ثاني لإمرار الترددات المنخفضة هو مرشح المقاومة والملف RL. بهالحالة هي الملف بيكون على التوالي مع مصدر الدخل. بهالحالة هي نسمح بمرور الترددات المنخفضة ونمنع الترددات العالية،
وذلك لأن ممانعة الملفات للترددات تزيد بارتفاع التردد، لأن XL تساوي 2 باي F في L. جهد الدخل IM في Z، Z هي عبارة عن ممانعة الكميتين. جهد الخرج التيار في المقاومة هذه. النسبة بين جهد الخرج وجهد الدخل ويساوي لR على Z اللي هي جذر التربيع، R تربيع زائد XL تربيع. L هذه هي الدليل، يعني المفروض تكون لتحت شوي. دي عمليات متعددة بتصير هذه الكسر بهذا الشكل، واحد على جذر التربيع واحد زائد أوميجا تربيع R تربيع مقسومة على L تربيع. فبتحفظ هالنسبة إما بهذه الصورة أو هذه الصورة. هذه الصورة أسهل لأن بتاخدها من الرسم. هاي الاستجابة البيانية، الاستجابة لتغير الجهد الدخل على جهد الجهد الخرج على جهد الدخل مع التردد. لما نجي لتردد القطع اللي رمزه WB، هو التردد الذي يبدأ عنده المرشح بعمله. فمثلا في مرشح امرار الترددات المنخفضة، تردد القطع هو ذلك التردد الذي يبدأ عنده المرشح بمنع الترددات العالية من المرور، وهو التردد الذي عنده تكون النسبة هذه جهد الخرج على جهد الدخل يساوي واحد على جذر اثنين وتساوي 0.707. وين موجود على الخط البياني؟ بهذا الشكل هنا بهالحالة. هاي نقدر نجي لهذه الدائرة، دائرة RC. المكثف موصول على التوازي، فدائرة خفض أو إمرار التيارات المنخفضة. نستخدم معادلة نسبة جهد الخرج على جهد الدخل، ناخد الكسر النهائي هذا بنساويه بالنصف، الوسطين في الطرفين، بنتخلص من الجذر، بنتوصل لهذه المعادلة. بالنسبة لدائرة الملف والمقاومة، الملف موصول مع المصدر على التوالي، هون المكثف موصول مع المصدر على التوازي، الدائرة دائرة إمرار الترددات المنخفضة. ناخد آخر معادلة، هذا الكسر بنساويه بواحد على جذر اثنين، الوسطين بالطرفين مع التخلص من الجذر، بنوصل للمعادلة هذه اللي بتعطينا تردد القطع. تردد القطع هنا على هذا الرسم، النسبة هذه تؤول إلى الصفر عند أعلى ترددات. مثال، تقرأ المثال وبتشوف كيف طبقنا عليه. مرشح إمرار ترددات عالية التردد، عندك المكثف موصول على التوالي مع جهد الدخل، هناك كان على التوازي. فآر إس أيضا، لكن المكثف موصول على التوالي مع المصدر مع جهد الدخل. جهد الدخل يساوي لا التيار في زد، زد هي مقاومة هالمكونين. إذن التيار في جذر التربيع آر تربيع زائد واحد على أوميجا سي للتربيع. جهد الخرج يساوي لآي إم في آر. قسمة على بعض البعض تعطينا بهذا الشكل، بيقول إلى هذا الوضع. تذكر كلما زاد التردد فهذه النسبة تساوي الواحد. طريقة تانية للشرح، هذا المرشح إمرار ترددات عالي التردد CR، C موصول على التوالي مع المصدر.
أو الدائرة اللي فيها R L، L موصولة على التوازي مع جهد الدخل. النوعين من الدوائر بنسميهم مرشحات أمرار ترددات عالية. فنسبة جهد الخرج على جهد الدخل يساوي معوقة الخرج على معوقة الدخل. معوقة الدخل هنا R، عفوا الخرج. الدخل عبارة عن الجذر التربيعي R تربيع زائد واحد على أوميجا C للتربيع، بإجراء بعض التعديلات لتصبح المعادلة بهذا الشكل، واحد على واحد زائد واحد على أوميجا تربيع R تربيع C تربيع. بنفس الطريقة لدائرة RL، L هنا موصولة مع جهد الدخل على التوازي، بدك تنتبه لهذا الشيء. بهالحالة هاي بيكون الاستجابة الترددية لمرشح لأمرار التردد مرتفعة بهذا الشكل، يعني النسبة Vout على Vn عند التردد صفر بتكون قيمتها واحد. عند التردد صفر بتكون قيمتها صفر، عفوا. كل ما زاد التردد تزداد إلى أن تصبح في النهاية تساوي الواحد. إذن كل ما زاد التردد تصبح النسبة هذه تساوي الواحد. تنتبه لهالملاحظتين. مرشح امرار النطاق حيث يمنع امرار الترددات خارج هذا النطاق، وهو مكون من مرشح امرار ترددات منخفضة، لاحظ المكثف على التوازي، ومرشح امرار ترددات عالية، المكثف على التوالي مع المصدر. النسبة بين جهد الخرج على جهد الدخل بالنسبة للدائرة اللي هي مرشح امرار الترددات المنخفضة، هذا الاستجابة البيانية، حطيت المعادلة بالأحمر لأنه رسم لك إياها بالأحمر. مرشح امرار الترددات العالية رسم لك إياها بالأخضر، أعطيتك معادلته بالأخضر. ونقطة تقاطع الاستجابتين البيانيتين تعطينا تردد القطع أوميجا بي، وتساوي واحد على آر سي. هي لمين؟ لمرشح أمرار الترددات المنخفضة. في الحالتين حيكون نفسه، ويساوي لواحد راديان لكل ثانية. يمكن استنتاج نوع الفلتر من شكل الدائرة الكهربائية كالتالي، يعني لو جاب لك هذا الرسم أو هذا الرسم أو هذا الرسم أو هذا الرسم وقال لك شو نوعه، أي نوع من أنواع المرشحات، مرشح يسمح بمرور الترددات المنخفضة أو الترددات المرتفعة، فلازم تكون أنت حافظ هالنتائج هذه. هنا المكثف موصول على التوالي مع المصدر. وجود المكثف على التوالي يعني أننا نسمح للترددات العالية. وجود الملف على التوالي، هاي الملف على التوالي، نسمح بمرور الترددات المنخفضة. وجود المكثف على التوازي هذه، نتخلص من الترددات العالية ونسمح ونترك الترددات المنخفضة. الملف على التوازي، هي الملف على التوازي مع المصدر، نتخلص من الترددات المنخفضة ونترك الترددات العالية تمر. فإذا لازم لحظة مع هذه الشريحة. سؤال مراجعة المفاهيم، الجواب الاستجابة الترددية لمرشح امرار النطاق الممثل في هذا الشكل هي
حاصل ضرب الاستجابة الترددية لمرشح امرار الترددات المنخفضة والاستجابة الترددية لمرشح امرار الترددات العالية. وفي رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك.